بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. كيف الحال خاوتي خاوتي خياتي؟ اليوم إن شاء الله ندير فيديو خارج المواضيع اللي ما عارف نديرها، ما عارف ندير مواضيع الحاسوب وما شابه ذلك والتصفح وما شابه ذلك. اليوم اخترت موضوع، سمعت خبر الصباح في يتداول الخبر، ولهذا الخبر هذا أفرحني وأسعدني وأرجع لي بسس من الأمل، لأني أحب الخير للعباد والبلاد. أردت أن أشارككم هذا الخبر خاصة الناس اللي تحب الخير للبلاد والعباد. لنبدأ حتى لا يكون الفيديو طويل، أريد أعرج عن هذا الخبر فقط لنبدأ إن شاء الله. كل هذه الأدمغة المهاجرة والقاطنة في خارج الجزائر وتعمل في عدة مجالات، منها الطب، الهندسة وجميع التخصصات، الثقافة، السياحة، التعليم والبحث العلمي والاقتصاد والتجارة وكل المجالات. لا أستطيع أن ذكر كل المجالات، لكن كل المجالات نأخذ بعض الأمثلة حتى نفهم أكثر. الباحثة زوليخا زوغار في مجال بيولوجيا وعاملة في أكبر مستشفى في أمريكا، مستشفى اسم المستشفى أم دي أندرسون، تخصص أورام الرئة. البروفيسور مسعود علقمة خبير في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة في ألمانيا في شركة بوش، ومن أهم أعماله تطوير تقنية الخفاش في سيارة بوش اللي إن شاء الله تستعمل سنة 2021-2022، العام المقبل أعتقد. لمن لا يعرف هذه التقنية، هي تتعرف السيارة على الحواجز من الأمام ومن الخلف، ترسل ذبذبات، ترسل السيارة تبعث بعض الذبذبات من الأمام ومن الخلف. إذا عدت الذبذبات إلى السيارة، هذا يعني أنه يوجد عائق أو حاجز، وإن لم ترجع الذبذبات فهذا يعني أن السيارة الطريق لا يوجد به حواجز، والسيارة تكمل في سيرها على هذا الطريق. هذا للتعريف برك التقنية هذه. نمر إلى عليم بن عبيد، هو مكتشف دواء الباركنسون، حاصل على شهادة دكتوراه في الطب تخصص جراحة الأعصاب. كمال آخر، كمال صنهاجي، أول باحث في مرض الصيدة، وهو من اكتشف العلاج الجيني للصيدة، وحاصل على براءة اختراع من أمريكا، يشرف حاليا على أكبر مستشفى في فرنسا. الباحث بالقاسم حبة، هذا معروف عن غير عن التعريف، صاحب 500 براءة اختراع وعامل في شركة IBM وجوجل، شركة جوجل، يعمل في مجال الحاسوب والإنترنت. الباحث المعروف الآخر في مجال الروبوهات يوسف كامل تومي، صاحب أسرع روبو في العالم، يستطيع كتابة 1300 سطر في الثانية، فضلا عن جهاز سكانر لشركة سامسونج. ليصبح الباحث الأول في مجال الروبوتيك والهندسة الميكانيكية. كل هذه الباحثين والأدمغة وغيرهم الذي ذكرتهم والذي لم أذكرهم كثير جدا، عندما أذكر الخبر تفهم ما معنى الأدمغة المهاجرة من الجزائر. حتى يكون الفيديو طويل جدا، ذكرت بعض الباحثين المعروفين والغير معروفين، كان يعرفهم الناس كان لم يتعرف عليهم. المهم، أكدوا أنهم قادمون إلى الجزائر ومستعدون لرفع التحدي في هذا البلاد. والخبر اللي تكلمنا عنه في أول الفيديو هو استجابة الدولة الجزائرية بفتح بوابة إلكترونية إلى 25,000 باحث ومختص في كل المجالات في المهجر. تخيلوا معي، 25,000 باحث ومختص في كل المجالات
في المهجر، في مجال الميكانيك، في مجال الإلكترونيك، في مجال الهندسة بصفة بكل تخصصات، التجارة، الاقتصاد، التعليم، كل التخصصات، السياحة، عازمون على أن يرفعوا التحدي في هذه البلاد، وأكدوا أنهم مستعدون. والجزائر والدولة الجزائرية ولأول مرة أعتقد تفتح الباب لهذه الباحثون بدون لهذه للباحثين عفوا بدون قيد وما شابه هذه الأمور التي كانت في الماضي، واستعمال أردت منهم أن يستعملوا كل الخبرات المتحصل عليها والمكتسبة في البلدان كأمريكا وفرنسا وكل البلدان، أن يوظفوها للرفع من المستوى في كل المجالات في الجزائر. 25,000 باحث ومختص، بوابة ل 25,000 مختص وباحث. ملاحظة، لهذه فرنسا لم تكن راضية ولم تعجب أفكار كهذه حتى تبقي الجزائر تحت الوصاية الفرنسية. لو شاهدتم، أعتقد أنكم جميعكم شاهدتم الفيديو الأخير للصحافة الفرنسية اللي دائما تريد التشويش على الجزائر. لماذا التشويش؟ لماذا لم تفعل من قبل هذه الأمور؟ لأن فرنسا حقيقة اعتقدت أن الجزائر أو الوصاية الفرنسية على الجزائر قد انتهت. أعتقد ذلك وألمس ذلك، وإن شاء الله إحساسي يكون صادق. وفي الأخير أقول شيء أخير، أقول هذا الدعاء: اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقصد فرنسا، وكل من يسمع ويرى هذا الفيديو يبارتاجي ويدعي هذا الدعاء من صميم القلب حتى تنتهي الوصاية الفرنسية على الجزائر وتزدهر البلاد وينال الخير من خيرها أولادها، ماشي الخيرة تتحت روحها خارج الجزائر. لا، حتى لا أطيل، أقول لكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وانتظروني في فيديوهات القادمة إن شاء الله تكون قيمة جدا. أنا أحضر لبعض الدورات، لبعض الفيديوهات إن شاء الله تكون قيمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.